بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التعامل مع الناس فن وذوق، وهناك فنان اثنان مهمان من فنون التعامل مع الناس، التغاضي والتجاهل، فما هما وما الفرق بينهما؟ المراد بالتغاضي هنا التغاضي عن الأخطاء، يعني كأن الإنسان يغض طرفه ويغلق عينه فكأنه لا يرى هذه الأخطاء أصلا، ويطلق عليه كذلك التغافل، يعني يتظاهر بالغفلة عن هذه الأخطاء أو يتعمد التغافل عنها. والمراد بالتجاهل هنا إظهار الجهل بالأخطاء، كأنه لا يعرفها وهو في الحقيقة يعرفها جيدا. المعنيان كما هو ظاهر قريبان، لكن ربما بينهما فرق دقيق. التغاضي والتغافل يكون مع الأصدقاء والأقرباء والأحباب، فإذا وقع خطأ من صديق أو قريب أو حبيب فإنك تتغاضى عنه كأنك لا ترى هذا الخطأ، فالتغاضي إذن دليل احترام وحب وتقدير منك لهذا الشخص، ودليل أنك حريص عليه وحريص على علاقتك معه، وأنك لا ترغب في إفساد هذه العلاقة بسبب هذا الخطأ أو الزلل. أما التجاهل فيكون مع الأعداء، مع المسيئين، مع الحسودين، فهو دليل عدم مبالاة بهم وعدم اهتمام بما يقولون ويفعلون، فهو رسالة لهم أنك لا تبالي بتصرفاتهم ضدك، وأنك أعلى من أن تشغل نفسك وذهنك بهذه الأمور. الله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين قال: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. التغاضي والتغافل من الأخلاق الفاضلة، بل هو أهمها. الإمام أحمد يقول: 9 أعشار حسن الخلق في التغافل. والحسن البصري رحمه الله يقول: ما زال التغافل من فعل الكرام. نذكر نموذجا من فعل سيد الكرام عليه أفضل الصلاة والسلام في الحادثة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وإحدى زوجاته، عندما أسر إليها كلاما وحتى لا تنقله فنقلت هذا الكلام. الله سبحانه وتعالى أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل، والله سبحانه وتعالى يخبر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جزءا فقط من هذا الكلام وتجاهل الكلام الآخر حتى لا تفسد العلاقة، فتغاضى النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض عن بعض ما حصل كرما منه وحفظا للود مع زوجته رضي الله عنها وصلى الله وسلم عليه. وهكذا يكون المسلم، فهو متسامح مع الآخرين، يتغاضى عن أخطائهم ويلتمس لهم العذر. قال ابن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير، يعني يبحث عن أعذار للناس حتى لا يلومهم، والمنافق يطلب الزلات. أعزائي المشاهدين، هذا التقاضي من أسباب استمرار المودة والمحبة واستمرار العلاقة الطيبة بين الناس، فهو يسهل تجاوز المطبات أو العقبات في العلاقة قبل أن تتفاقم وتتحول إلى خلافات. ولذلك قال الأعمش: التغافل يطفئ شرا كثيرا. التغافل والتغاضي تصرف حكيم من أجل هدف نبيل، وهذا هو عين العقل والحكمة. ولذلك قال أحد الحكماء: الأريب العاقل هو الفطن المتغافل، فهو ذكي ويفهم كل شيء لكنه يظهر تغافله ويتغاضى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أمور التعايش في مكيال، يعني كأنها كيل كامل، ثلثه الفطنة يعني الذكاء والانتباه ونحوه، وثلثاه التغابي أي التغاضي والتغافل عن الأمور. ولذا كانت هذه الصفة من صفات السادة والقادة العظماء. يقول الشاعر: ليس الغبي بسيد في قومه، ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي، يعني المتغافل والمتغاضي. ويقول الشاعر: إذا جرحت مساويهم فؤادي صبرت على الإساءة وانطويت، وجئت إليهم طلق المحيا كأني لا سمعت ولا رأيت. أستودعكم الله ودمتم بخير وسماحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.